زين الكوش، اهلا وسهلا فيك سيدي مايبر هومية. هلا اليوم بدنا نحكي عن موقع فانوسي وشو بيقدم هالموقع. زينة تفضلي. أنا حأحاول. تفضلي تفضلي معي. هلا نحن الحقيقة الموقع فانوسي هو عبارة عن موقع للولاد، موقع هادف بما أنه الولاد هالأيام عندهم كتير حب للإنترنت والفيسبوك والتواصل الاجتماعي، قررنا أنه نحن هالموقع يكون خاص لهم بس بشي هادف بيعطيهم وقت للتسلية، إن كان أشغال يدوية، إن كان أشياء للمطبخ، تعليم أخلاق، أشياء العلاقة بالصلاة بالصوم، العلاقة برمضان بشهر رمضان، بشهر رمضان، والأخلاقيات الأدبيات يعني الصدق، المعاملة الآخر، كل هالأشياء موجود على الويب سايت تبع الفيسبوك تبع فانوسي. زينة إذا بنتعرف أكثر على شخصية فانوسي، يعني جزء كثير من الناس بيعرفوه ولكن كمان في جزء آخر ما بيعرفوه، ليش فانوسي وشو بيعمل؟ هو مثل ما نحن بنعرف بداية الأمر أنه فانوسي بلش أول شيء ب كرتون، بشخصية كرتونية بلشت إنه كل العالم كل الولاد ببلشوا بلونوها، ونحن حبينا نحن نزيد هذا الشيء عن طريق إطلاق فانوسي بطريقة أكثر مباشر إنه ملموس يتفاعل الولاد أكثر معه، فحبينا نطلق نعمل ننزل على الأرض فعليا أكثر لحتى يصير في تفاعل أكثر، لأنه بتعرفي عادة عن طريق الإنترنت أو طريق الفيسبوك أو الولد ما حيقدر يتفاعل، يعني ما في تفاعل، يعني ما في تفاعل أبدا، فحبينا مثل ما أي برامج مثل أي كرتون شخصية كرتونية الولد أكثر بتحسي عم يتفاعل عم بيقرب في تواصل أكثر، فحبينا نكون نحنا ننزل أكثر بشخصية كرتونية فعالية على الأرض. ماي هون هل في نقص معين عم بتشوفوه عند الأطفال لحتى أطلقتوا هالموقع؟ يعني الهدف الأساسي شو هو؟ الهدف الأساسي تعويدهم على أخلاقيات معينة نحنا بدنا ناخدها عادة. الولد مثل ما بتربيه بالمدرسة بس بضل بده شغلات يتعلمها عبر شيء هو عم يشتغل عليها، فلما نحنا الأم بدها تخلي الأولاد، هو الويب سايت تبعنا بيهدف بين الأربع واثناشر سنة، يعني هالأعمار اللي بعدها عم تنمى، فالأشياء اللي نحن بدنا نعلمها إياه الأم اللي بدها تعلمهم إياه بدل ما هي تقعد وتقول وتعمل، هي بتكون عم تكفي لما قاعد الولد على الويب سايت تبعت في الفانوسي متطمني عم بيتعلم شو شايف شو في نزل فيديو كليبات اللي هي أغاني ودغري بتصير عنده وعم تعرف شو عم يسمع وشو عم تمني بالها ومبسوطة ومرتاحة، هو لأنه بده يتواصل هو عم يستفيد وهي مرتاحة عارفاني شو الأشياء اللي عم تنزل، يعني بالوقت نفسه الولد بيكون عم بيتسلى يستفيد وعم بيتعلم أيام كتير، يمكن إذا بمحل معين الأهل قصروا شوي هون بيكون فانوسي عم بيقوم وأمرار أمرار بيكون الأيام أنت بتعطيها للولد بس بحب يسمعها من محل تاني من حدا تاني، فهيدي بهالطريقة بالطريقة بتأثر بالجو اللي عم هلا الانترنت هو كتير عامل كتير اساسي هلا صار التواصل مع الاولاد، فهذا الشيء كتير ساعد انه نحن عن طريق الويب سايت وعن طريق الفيديو كليبات عم نوصل للاولاد بطريقه اسرع طريقه هادفه ترفيهيه. خلينا نشوف اذا الفيديو عن فانوسي بنرجع نتابع حديثنا نحن وياكم. مدام برهومي، عرفنا أنه الجديد موقع هالسنة هو تعاونكم مع أهل الخبرة والاختصاص لتقديم خمس أغاني خاصة بهالشهر المبارك والفضيل، خبرينا عن هالتعاون وعن هالخمس أغاني.
هالخمس أغاني هي خمسة فيديو كليبات، ما بس أغاني، فيديو كليبات. نحن أطلقنا خمسة بس، ولكن منزلين على اللي مرقوا بال على الشاشة، يعني عمل محترف مش بس غنية مع فيديو كليب. نحن اليوم عم نحب مفاجأة، فنحن هلا طلقنا بثلاثة وفي اثنين مخليهم لبعدين بخلال شهر رمضان الفضيل. نعم. فمثل ما شفنا هلا عبارة عن ثلاثة فيديو كليب، مثل رمضان أتانا، تعالوا نجمع الزهرة، و في بعد القلوب، كل القلوب. فإذا بتعزي كل واحد هو شيء، فمثل ما شفنا أول واحد اللي هو كله، في عنا أول واحد في كل القلوب اللي هي عن تحكي عن، بتعرفي كل القلوب بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي بتهدفه عم نخبر قديش نحن بنحب الرسول. ومن طبعا من صفات الرسول هي النقي والمحبة. فشفنا هون يمكن شوي احكي باختصار، عم تحكي عن اللي شفنا، استعملنا البحر، اللون الازرق، اللون الابيض، الحصان، الحمامه، فهذا كله ياتو بينوز قديش نحن بنحب الرسول. كان كثير بريتم كثير حلو، بريتم نيرسري، يعني اتس فيري فيري، كثير بيوصل للقلوب الاولاد، لاعمار بيوصل بطريقه كثير سريعه. صحيح. وفي تاني واحد عن تعالوا نجمع الزهرة، هيدا رائع جدا عن جد. يعني بكل غنية وكل فيديو كليب في رسالة معينة. صحيح، في أوبجكتيف، يعني نحن حبينا نوصل بكل فيديو كليب، هو بيختلفوا كل واحد عن التاني، وحابين نوصل رسالة لولد، حتى بصير بكرارة مش بس كصوت، مش صحيح. بس انه بيكرر الفكره، حتى بذات الوقت بيلاحظ انه لازم في من وراها اوبجكتيف. مثل ما شفنا الرساله مبينه انه فعلا واضحه وبتوصل للفئه العمريه اللي حضرتكم مخصصين انه توصلوا لها. مدام زينة الكوش ومدام مي برهومي، اهلا وسهلا فيكم، شكرا لحضوركم معنا، ورمضان كريم، كل سنه وانتم بألف خير، يعطيكم العافيه. بس بدي حابب بليز اتشكر من جمعية المقاصد. نعم. وجمعية ومدرسة برجة الحديث اللي هو ساهموا بمساعدة نجاح الفيديو كليب والكليبات اللي مرقوا الله يعطيكم التوفيق لكم.